التصوف هو أقرب إلى المسيحية أم إلى الإسلام؟ هذا اللي بدي أوضحه، أنه هو منه مذهب خاص، مسلك روحي يأخذ به الإنسان نحو الوصول إلى الحقيقة. لكن يعني في حديث عن النبي صلى الله وسلامه عليه بيقول أن الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. حديث أنا هذا حديث صحيح؟ لا بغض النظر صحيح. لا هو صحيح. بغض النظر اذا كان صحيح ولا لا، انا اؤمن بهذا الحديث بس انا عفوا لا ما قصدي لا انا القصد بغض النظر قصدي هينك يعني لا لا انا اقول قال رسول الله نعم. هذا تكذيب عن النبي ما بدنا نخوض الى النبي يعني خالف احاديث صحيحه شيخنا شيخنا فكره تنقل نقل بامانه واضح اذا تسمح لي اذا تسمح لي اذا تسمح لي إذا من كذب علي كذبة تعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ ليس القصد في الكذب إن شاء الله مولا. ما عم يقول لا لو سمح هيك عم بلغ انتبه واحد كن حذر إن كان الحديث صادق أو منسوب إلى الرسول أو لا العبرة في هذا الموضوع أنت بتؤمن بهذا الكلام أؤمن أن كل إنسان له بصمة خاصة في علاقته مع المعشوق الأول أنت اعتبرت مرتد عن الشيعة على طبعا أكيد لأن وفاجر ويعني فاسق وفاجر ومرتد ليه؟ في أسباب كثيرة أول سبب من هذه الأسباب هي سبب سياسي السبب الثاني سبب عرف مجتمع تعودت الناس على إطار معين من الأعمال والأفعال والطقوس والشريعة وأظهرت أن هذا الشخص اللي بيظهر من مكان ردود أو منشد إلى مكان آخر يغني إلى أبيات إلى 1000 سنة أو 800 سنة تغني فيها أبيات فيها شرك بالله مثل عطيني قل لي شيء للحلاج تفضل شو كيف بدك اعوذ بالله قل لي ابيات الحلاج شرك وهو انا خليني اسمع سمعني سمعني شيء من اللي بتقوله من الانشاد الصوفي تفضل يعني عم تطلب منه الاقرار بما هو كفر لحظة انت تتحملين المسؤوليه انا لا لا انا بسمع اذا ما تتحمل انا نسمع انت قول استغفر الله العظيم لا انا ارى في التصوف انه جامع ليس لا لا ليس كفر هذا شيء حلو ليس كفر حلو بنسمع عزامك ليس كفرا كفر انا حقي لا حقي جاوب على الكلام اللي سمعته انا من حتى اصنف بكفر بكفر او لا ما دخل مين حجمه مين اقوى من مين ومين رامبو لا تقل لي من قال بالإسلام عقيدة اذا كان الحلاج قضيه جدليه انت ربا حتى تحكم بكفري او لا لكنه يقسم على معتقده استاذ عزيزي قضيه نحن ناتي بمعتقده نعم ماشيين نحن كلامه ونحكم على عليه من خلال ان كان منسوبا عظيم هذا ماذا عندكم اعتراض نسمع خلونا نسمع تفضل شيخ نحكم عليه رب العالمين لا مظبوط هيدا منه هيدا كلام كليشيه بيضل دايما كلام كليشيه انه نحن ما مظبوط كلامي لست رب معايير ورب مش لست اكيد لست ربا حتى تصنف الناس على نك اكيد اكيد هل رايت الحلاج عندما مات عندما نطق بذاك الحب هل رايته انا عم بحكم على ما هو مخالف لعقيده الاسلام أقوله كفر في معايير معينة مش مين أنت معايير لك أنت في معايير أنت يا شيخ أنت مستعدين تسمعوا تفضل أنا ما بدي أسمع بده يفل لا بدك خلينا نسمع أنا الكفر ما بدي أسمع الكفر اعتبري تطرف ما بسمع للحلاج ما بسمع ما يقول هيدا عدم ما بسمع هيدا عدم ما بسمع أنا ما بدي أسمع غنية أنا يا ما بدي هل يجوز ان يا شيخ نحن كمسيحيين كفار يا شيخ لحظة هو قصيدي بده يقول هيدا اللي عم بيصير هلا قلتي هيدا هو تفضل تفضل بالنسبة لا بدك ترجع انت ما عندك عم بتجسم التطرف يعني انا ما عم بطردك من هيدا هو التطرف تحديت وعدم تقبل للاخر يا شيخ اعطي رايي انا حر ما بدي اعطي رايي على النظار حسين خروجك انا كافر واسمعني حسين خروجك انت عم تعبر عن فكرك انا ماني مستعد اني اقر انا يمكن فيها مخالفه شرعيه انه اقعد اسمع لا انت ما عم تقدر تعبر عن فكرك يا حسين ما كلمه شيخ بتقرب حسين بس هيدا اللي عم تعمله هو عم بجسد موضوعنا اللي بدنا نناقشه هو موضوع التطرف عدم تقبل مش عم تقبل شو اسمع تفضل علينا سيئة عنك عود اسمعني شوي عم تروح على التطرف كيف بتفضح هؤلاء اذا انت ما شاركت ما بتتقبلوا خلصت خلص يا بس انت سجلت موقفك خلصنا لا لا شيخ نعمان سامحني شيخ يحكي معي انت بدك تواجه اذا ما رديت عليه قدام العالم
انت هلا بدك تحكي المنديات تمنك موجود شو استفدت ما بتتقبل بتقول وخلص حسين يعني للاسف انت خسرت الضيف نحن حابين كنا الليله نسمع تجربته غنيه بالغناء الصوفي اراءه اللي بنحترمها طبعا انا بدي وجه تحيه شكر طبعا ل الشيخ أحمد حويلي ولتجربته في الغناء الصوفي ولآرائه ولخياراته بالحياة خسرنا نحن والمشاهدين أن نسمع هالتجربة بسبب هيدا الموقف اللي صار وأيضا بسبب عدم تحمل الشيخ أحمد حويلي للاختلاف مع حسين للأسف هيدا شيء صار ما كنا منحب يصير ولكن يمكن هيدا نموذج صارخ عن التطرف وعدم تقبل الاختلاف للأسف الشيخ كمان عم تقولي له الله يخليك وليدو احمد شيخ صوفي شيخ صوفي يا لا مش شيخ لا لا اللي صار هلا حسين هو تجسيد التطرف فل الضيف بسبب عدم تقبلك فليكن بما يؤمن به يا تسلمي لي ما فيني انا اجي اقول له لواحد تعا سمعني قصيده كلها كفر اقعد اسمع وضل قاعد ما بقدر اذا انت رحت انا مش شيخ رحلي مين قلت علي بين بطل العلي انتوا انا عادتكم اذا نحن بنعتبر الشيخ بلال دقماء سلفي واحيانا متطرف عم بقول لك روق يا اخي عم بقول لك نحن بدنا نسمعه أنا شو اللي عملته ما مني مجبر اسمع قصيده فيها كفر وفيها حلوليه وفيها شرك وانا اطلب منه اقعد واستمع ما بقدر خلي كفي مرد طب انت قلت ووضحت انه انت ما بتقبل هالشيء طيب وهيك وما زعبته هيدا مثال هيدا مثال للتطرف يدعي الاسلام مرد على الامانه ما برد عليك فيني اسمع راي العلامه شيخ فعاني يعني نحن تصرف حسين هو مفترض يكون يعني يرجع لرجال الدين هناك قاعدة خسرنا ضيف بسبب عم بالسمع وهناك قاعدة بالاستماع صحيح. الاستماع من الاستفعال أنا لا أستمع أسمع كنت مستعد في يعمل اللي بده إياه أنا ما بستمع ولا أؤمن ولا أعتقد عفوا كنت مستعد تسمع له حتى إيه لو كان كلامه فيه شرك بالدين لا إشكال لأنني سأبين شركه وأرد شركه صحيح. إيه هو مختص مثل ما أنا كأني عم بسمع واحد شهود يهوى آخر هم يحكي ونحن خسرنا ضيف بسبب موقفك هلا ولكن انت صحافي متهم بالتطرف انت صحافي لبناني اخر همي قريب من جبهة النصرة اللي هي متطرفة ما اخر هم اللي بيقولوه مش مزبوط كلامه انت شو وضح مش قريب وضح. انا كنت قريب من كل التنظيمات الموجودة في سوريا ليه؟ لأنه أنا كنت عم غطي هناك لا لأنني موضوعي ومهني ولست كلبا عند الأجهزة المخابرات لأنه لما بدي يكون هيك ساعتها أنا الفصائل ما بتقبلني بس أنا كنت عند كل الفصائل كصحافي ليه منتشر التطرف؟ أنا حزب الله الموجود في لبنان يثق بموضوعية الإعلامية وخليوني أقوله لا أكيد لأنه أنا مهني بشغلتي فلذلك أنا استطعت أنه أخترق حدود جبهة النصرة وحتى أكثر من جبهة النصرة اللي بيسمي حاله الدولة الإسلامية تنظيم داعش فيك تفسر لي مهنياً كإنسان مهني ليه يعني التطرف؟ مهنياً أنا لما بروح ليه التطرف عم بيزيد اليوم؟ اسمع سؤالي حسين ما في تطرف عم بيزيد ليه التطرف اليوم؟ في تطرف حضرتك كل تغريداتك متطرفة افتحي الملف يا كل تغريداتك متطرفة افتحي الملف وين أهل السنة؟ التجيش أنا رح جاوبك تطرف هيدا اللي هو تغريداته تجييش انه السنه مظلومين والسنه لازم اسمعي لخبرك تغريداته متطرفه نعم بس انا رح اقول لك ليش ليه؟ لانه الاجهزه التي تحكم في لبنان اساءت التصرف في مكافحه هي الارهاب هي اكثر تطرفا يعني هي التي تصنع هي التطرف في لبنان والمحكمه العسكريه كثير من احكامها بحسب كل خبراء القانون اللي مروا عليها تصنع التطرف في لبنان كيف تصنع التطرف في لبنان هناك من يؤخذ ويحكم ويسجن لسنوات عشر ثم بيطلع براءة وهيدا ما في حدا يعوض له هيدا بده يصير يحبك هناك من سجن قبل تأسيس تنظيم الدولة الإسلامية بسبب خاتم عم لك من يصنع التطرف لا أبرر التطرف هناك من سجن بسبب خاتم عليه نقش النبوة اللي هو لا إله إلا الله محمد رسول الله قبل إنشاء تنظيم داعش وبعدين بس أنشأوا تنظيم داعش وهو بالسجن قالوا له أنت مع داعش قال لهم مين داعش هيدي قصص كلها موثقة وليس كلاما في الهواء هيدي القصص مظلومية أهل السنة في السجون ثابتة بالمستندات والدلائل والوثائق وتكلم عنها أمين عام حزب الله في لبنان
مظبوط ولا لا؟ تكلم عنها بتنحل بالتجهيز. انا عم اقول لك المذهب ايه والطائفي هيك. رابعه هلا شو كان في؟ رابعه بس سؤال ست هلا شو كان في واجب منه؟ شو كان في اي جهاز امني كبته لحسين لحتى يجي يطلع يتطرف معه للمغني او الشيخ او ما بعرف شو اسمه اللي كان موجود ويقول له انت كافر ويكفي يا حسين التصرفات اللي عم تتصرفها جزء منها متطرف انت عم تبرر التطرف. انا معك انه في ظلم بالسجون تجاه اهل الحلاج بالاسلام الحلاج كافر. ما فيك تمارس هاي السياسات وهيدا الكلام برايك لانه يدعي الاسلام. شيخ دقماء بدي اتهمك بسؤالي بشكل مباشر، حضرتك بتغرد وادائك هو اداء متطرف. وين؟ على فكره هو بالاسلام في نوعين التجيش التجيش السني شو هو؟ في ارهاب ممدوح نعم في ارهاب مذموم. في ارهاب ممدوح الارهاب ارهاب عدو الله وعدوكم الارهاب ارهاب لا ممدوح ممدوح. انا بدي اسالك سؤال، المقاومه اللي بتدافع عن نفسها بالجنوب هذا ارهاب ممدوح ولا مذموم؟ هذا منه ارهاب بالاساس، هذا مقاومه ويهربون العدو حسن الصلاه الارهاب عدو الله حسن الصلاه ادخر ويقول نحن نرهب العدو. الله عز وجل يقول في الارهاب هلا بدكم تفرقوا بين المفهوم اللغوي والمفهوم الاصطلاحي. الارهاب المذموم يفعلوه الهندوس بالمسلمين مثلا، التعريف اللغوي غلط، هيدا مش ارهاب يفعلوه اليهود في فلسطين مثلا. يعني هلا بفلسطين هيدا بفلسطين اللي عم بيصير وعم بيقاوموا احنا بفلسطين يقوم الفلسطينيون جزاهم الله خيرا. عم نحكي عن التطرف، التطرف ليس فقط محصورا بالتطرف الاسلامي، هناك تطرف مسيحي ايضا. بدي اسالكم ابونا ملكي عن التطرف، بدي اسالكم ابونا عن التطرف المسيحي، عن عدم تقبل الاخر، عن الممارسات يعني الشاذة في المسيحية. وين؟ صربيا. حرق القرآن الكريم أليس تطرفا؟ وقت اللي بيكون الموضوع مستند على نص كتابي شيء وتصرف شخصي شيء آخر. ممارسات شخصية طبعا تطرف. هيدا واضح، لم يتبنى أي أحد أي كنيسة أي بابا أي كاهن أي خوري من كل الكنائس ما فعله اللي رسم الكاريكاتير او القص اللي لم يتبنى اي احد. اثنين، اليوم بالرغم من كل شيء وبالرغم من كل الصراعات اتيني بوعظه واحده بخطبه واحده مسيحيه من كل الكنائس دون استثناء تحض على القتل او على العنف او على التطرف او على عدم قبول الاخر. صربيا يا سيدي صربيا، اسمعني يا صديقي اعطيني. لا لا انا بعطيك خارج اطار السياسه، انا اتكلم دين خارج اطار السياسه. خارج اطار السياسه انا عم يستفزني خطاب البطرك. انا خارج اطار السياسه ما هيدا بيولد عنف. لا خطاب البطرك ما هو لا يدخل بالامور الدينيه، ما هو عم بغطيه بالامور الدينيه. لا ابدا ابدا قتل الناس ابدا. لا ما قالت يدعو لقتل الناس ابدا ابدا. كل جماعه تقوم اول ناس بيكونوا ضدهم المسيحيين، وبعطيكي اكثر من 100 مثل. وقت اللي طلعت فرقه مياس نحن عندنا 1360 كاهن بلبنان تقريبا، اثنين كانوا ضدها وال1298 كانوا مع، وهن اللي وقفوا ضدهم. بعطيكي شغله ثانيه، نحن اول ناس بنحارب التطرف واللي بنعلمه بخطبنا وبكنيسنا وبجامعاتنا، ما نقوله في السر نقوله في العلم، بنزرع باولادنا الحب والغفران والاحترام، ومنزرع بولادنا محبة الوطن ومحبة الأرض واحترام الآخر. كل هذه المفاهيم نقولها في السر ونقولها في العلن. شكراً لك. التطرف الديني والفن بعد الإعلان. أحمد حسين اللي عم تقدمه اليوم بالفن حرام أم حلال؟ حرام حرام حرام. أنا ما بعرف كيف بعضهم هالفنانين مكملين، يعني ما بعرف، يمكن أنا هيدا اختبار شخصي بخصني لإلي. الفنان أحمد حسين انطلق بمسيرته الفنية بخطوات ثابتة، فنان مؤمن بفنه وقدراته، وفنان مش أكيد إذا التزامه الديني بحرمه يكمل مسيرته الفنية. أحمد حسين عم بفتش على قرار نهائي بين الفن والالتزام الديني. الفنان
الفنان أحمد إحسان فنان ناجح مؤمن ملتزم بكل الفرائض الدينية، سأل عن فرضية التناقض بين الفن والإيمان، ورح نشوف إذا لقى الجواب الليلة. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. حضرتك فنان، عندك صوت حلو، بتغني، مؤمن ملتزم، بتصلي، بتصوم، كل هيدي الأمور طبعاً. طبعاً علاقتك بينك وبين رب العالمين أكيد. ولكن عايش صراع بين أنك تعتبر الفن حرام بين أنك تكمل تغني. سألنا كثير من علماء الدين، من شيوختنا، في عندي شيخ أنا بعتبره هو المرجعي لألي بضيعتنا، أرد علي بطريقة، قال شو قال لك؟ حرام بالطريقة اللي عم بيتقدم فيها الفن بالوقت الحالي. أنت عم بتقدم فن بطريقة أنا حرام؟ أنا ما قدمت لحديت هلأ، أنا كل شيء عملته بحياتي أني قدمت على برنامجين للمواهب اللي هن The Voice و Super Star. وين بتغني أحمد أنت؟ مقاهي للي أبداً. ليه؟ بغني يعني حفلات عائلية، بتكون عائلية بامتياز، أي بغني فيها. ممكن يكون في شرب أنت وعم تغني؟ لا، ببعد. شو عرفك؟ جرب قد ما فيني أني أبعد. شو عرفك؟ قاعد على كل طاولة أنت؟ حتى أكون معك صريح أنه أنا ما غنيت؟ لا غنيت. غنيت، ما احنا بالنهاية بشر كلنا بنخطأ، ولكن بعض الأحيان بتكوني مضطرة والظروف جابرتك غصب عنك. شو اللي ما يخليك تكون مضطر؟ إذا إيمانك قوي ولا يتزعزع. ما عندي أنا عم جرب أحكي اللي نحن عم نعيشه. أنت بحالة ضياع. وغير هيك نحن بشر بنخطأ. أنت عم بتمارس أمور غير مقتنع فيها ومقتنع إنها حرام بس كرمال المال. يعني في مصلحة بهيدا الموضوع 100%. أنت عم تبعد عن ربك اللي أنت مقتنع أنه الغناء حرام كرمال أنك تعيش، صح؟ صحيح، لأنه لهلأ بعدني أنا عم فتش على البديل. الشيوخة قالوا لي ليس حراماً والشيوخة قالوا لي حراماً. قناعتك من جوا شو بتقلك؟ أنا شخصياً بحس أنه الفن اللي عم يتقدم هلأ إذا بده يتقدم بطريقة مبتذلة، يمكن إذا بتقدم الفن بطريقة كلمة مؤدبة ما بتخليك تروحي بفكرك لمكان تاني، ممكن أنا بقناعتي الشخصية ممكن يكون مش حرام. أحمد حسين اللي عم بتقدمه اليوم بالفن حرام أم حلال؟ حرام حرام حرام. ليه بعدك ما اعتزلت؟ لأني ما لقيت البديل. في عهد ووعد بيني وبين رب العالمين، لمجرد أني لقيت البديل فوراً سأعتزل الفن كلياً. الفنان فضل شاكر اعتزل الفن ورجع هلأ عم تغني، شو رأيك باللي عمله؟ هيدا الشيء بيرجع له، ما فيني أنا ما بعرف شو اللي خليه يرجع. أنا شخصياً كتير انبسطت له لما سمعت أنه اعتزل. أدهم النابلسي اعتزل طبعاً وراح على الأناشيد الدينية وعلى القرآن. الله يوفقه وهنيه له. تتمنى تكون مثله؟ أكيد وبامتياز، ولكن يعني أدهم النابلسي الله يرزقه يعني أسس حاله. ليه عم تروح على المادي؟ علاقتنا مع رب العالمين أكيد. غير مشروطة. أنا أرجع لك على هذا المبدأ، أنه رب العالمين بيقول من ترك شيئاً لله عوضه به خيرا، وانا باذن الله حامشي على هذا المبدا. اي متى هيدي الحلقه تحديدا حتاثر علي سلبيا كثير على شغلي. هل تعلن اعتزالك احمد حسين الفن في هذه الحلقه من فوق 18؟ بهيدي الحلقه لا، ولكن ما بعد الحلقه ايه. كنت حابب يعني تاكد اكثر، اسمع من فضيله شيوختنا اذا كان حلال او اذا عندهم عندك سؤال. اول شيء يجب ان يكون ما عندك خلل بالعقيده. الحمد لله ما في خلل، المبدا صدقني موجود. صحيح، الرزاق هو الله. ونعم، يجب ان تعتقد ان رزقك في السماء وما توعدون وما توعد. صحيح. صحيح. فانا برايي توكل على الله عز وجل وقول له يا رب لوجهك الكريم تركت هذا السبيل واتجهت الى سبيل اخر اخذ منه رزقا حلالا. ها وحده. بالنسبه لاستاذ فضل شاكر، بعتقد انا حسب ظني ما بعرف ما لحق احكي عنه او هذا، ولكن حسين بيحكي. حسين مدافع عن فضل شاكر لتغيير صورته التي ورطوا فيها قصه الارهاب والارهاب وغير ذلك. عندك ادهم نبيسي مثلا طيب، يعني شاب واعد الى اخره. الله يبارك فيك. ترك هذا لله عز وجل.